يسألك سؤال وجاوبني عليه بصراحة. ايه؟ شبك عليه. شو هذا العطر اللي حاطه؟ يا درسان لتكون عشقان. مضبوط يا معلم، نعمان. شو العطر اللي حاطه انت؟ بزكم الواحد تسكيم. على فكرة انا طلعت من تحت لفوق لانه ما عاد جمع تحت من كتر الريحة ما طوشتني. يا حبيبي ليش امتى كنت تجمع انت بعدين؟ انا بجمع امتى ما بدك معلم نعمان. يا عاد كمل تجميع السحارة لكان. شغل شغل. ايه مو على عيني وراسي، براسي بروح معك انا. لا اخي شغلتي مو محرزه، ما بدي اعذبك، بس الرف منزوع يعني عطوس براغي، واحد من صنايعيتك بيمشي الحال. عدم المؤاخذه، صنايعيتي مو خرج هالحشوه، ما بيحسنوا يفوتوا هيك فوتات، انا بروح معك. يا اخي ما بدي اعذبك، قلت لك شغلتي مو محرزه عطوس براغي بس. ماشي الحال يا يسري. نعم عيب. تعال شوف. خود العده وروح مع الست شوف شو بدها. ليش في عندها شغل؟ تصليح خزانه. ما بعرف صليح خزانات معلمي. انا بعرف يا معلم، انا برو. خليك بشغلك انت، تعال هون شبك. ماشي. مثل لوح الخشب. حاضر، مثل ما بدك، مثل ما بدك. شرفي اختي شرفي. خذ العده وروح معها. يلا وين بعتها يا معلم؟ راح يشتغل شغله صغيره 5 دقائق وبيرجع. عدم المؤاخذة، لا بينزع لك الشغلة كلها، بيسود لك وشها. ايه لا يعني انت بتبيضه ما تريك من ايدك وروح ساوي لي فنجان قهوة. روح. حاضر. شو لك شو هالعلقة؟